الإشاعات وترويجها بهالشكل اللي قاعد يدور فهمتي منذ 48 ساعة أمر لا يمكن أن يكون بريء. وراه أيدي تستعمل في الأدوات الإلكترونية، تستعمل في القهاوي، تستعمل في الحجامات، تستعمل في كل شيء باش توصل معلومات وإشاعات وأخبار زائفة وغالطة لأفراد الشعب التونسي. اليوم القرار الحقيقي ما هوش الانقلاب العسكري، هناك اليوم انقلاب ديمقراطي حقيقي اللي قام به هو الرئيس بن علي. دونك اون توكا فيصل رفع لجنه تحقيق عدليه في التجاوزات اللي صارت الكل، دونك اللي هي باش تخرج الحقائق شنو اللي صار شنو اللي ما صارش وشكون المسؤول فيه، معناها تحميل المسؤوليات. امين تخلق 300 الف موطن شغل ربي يعيننا وان شاء الله نجمو نخلقوهم، وكما برشا بطاله توا وخيان نحس بيهم يقولوا يا خويا نحب كلام حلو اما نحب نخدم قرارات تعمل كيف ان شاء الله تم، ويرضي ان شاء الله يعطينا الوقت الطيب وشويه زد صبر للخيان اللي طال بهم الصبر ويشملهم هالقرارات هذه. لكن هناك اليوم انقلاب ديمقراطي حقيقي اللي قام به هو الرئيس بن علي. ما هيش دعوات للعصيان المدني، من يدعو للعصيان المدني هم مرضى يحبوا ينقلوا مرضى نتاعهم النفسي، لكن الناس اللي يحبوا ياكلوا، للناس اللي يحبوا يشتغلوا وثقافة انه ما ثم كان احنا جهنم على وجه الارض مش صحيح. يعني اليوم تم رد الاعتبار تحمل المسؤوليه الاولى رئيس الجمهوريه، اعلن عن قرارات اجتماعيه عميقه تمس الشغل تمس الامن. الدم التونسي دم حرام، بمعنى انه اهداره حرام، اذا كان تم اهداره لازم نعرف علاش تم اهداره واهداره تم لازم تكون مقنعه قالك يا مدام فقط لانه تشويش هذا خليني ما نجمش نسال سؤالي للسيد صلاح الدين الرجوشي وبعد تونسي نعطيك تكمل الكلمه. الحقيقه نعتبر بان ما ورد في خطاب رئيس الدوله يشكل تحول هام في طريقه تناول رئيس الدوله للوضع السياسي في تونس. اكثر من ذلك التزم بعديد من او اتخذ العديد من القرارات التي اعلن عنها في تقديري اذا توفرت الضمانات الضروريه واذا توفر الاطار والشروط الاعلاميه من جهه وكذلك السياسيه من جهه، فانه بالفعل يمكن ان نقول باننا بدانا نتجه نحو تحقيق انتقال ديمقراطي في عام 2014. وثقافة انه ما ثم كان احنا جهنم على وجه الارض مش صحيح. يعني الاعتدال من انا كلمه قلت من حداش، لكن التحليل الموضوعي او التحليل النزيه ما تقولش موضوعي، هو التحليل اللي يرى انه في كل مجتمع بما فيها مجتمع ثم نجاحات ثم اخفاقات ما يسماش تتنكر وثم مشاكل. نعطوا الثقه في الكلام وفي القرارات الجديده بس نرجعوا الامور لنصابها، لكن في ذات الوقت إذا كان نحبوا ترجع وتهدى الأمور والتوانسة يعاودوا ويبنيوا مستقبل مع بعض يلزم ثم حقائق تقال. هل كان استعمال السلاح ضروري ولا لا؟ خطاب رئيس الدولة مهم، برنامج من هذا البرنامج كما أنتم دشلتموه الآن يعتبر مهم. نحن نريد أن هذه التوجهات أو هذه القرارات التي اتخذها رئيس الدولة يجب العمل على وضع آليات لتحويلها إلى سياسة واضحة، لأنه لم يبقى إلا حوالي 3 سنوات ونصف من أجل انتخابات 2014. وفي بلادنا عندنا مشاكل، لكن عندنا برشا حاجات باهية في بلادنا. لأن فما حاجة لازم نكون واضحين بكل هدوء ومسؤولية. اليوم نحب الأمور ترجع لنصابها.